توفي مساء يوم الثلاثاء والد لاعب المنتخب الوطني المغربي والزمالك المصري خالد بوطيب. ومن المنتظر أن يسافر اللاعب لحضور مراسم الدفن والعزاء بعد الترخيص له من طرف رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، على أساس العودة للقاهرة يوم الجمعة. ويستعد الزمالك لمواجهة جرماهية الجيني يوم الأحد على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكاف. ويتصدر ناصر حسين داي الجزائري مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، متبوعا بجرماهية جيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك الثلاثة برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بيترو ألتيكو ب4 نقاط.